ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات استراتيجية شاملة وخاصة، وحققت العلاقات بين البلدين منذ سنوات طويلة تطوراً كبيراً على جميع الأصعدة ووتيرة سريعة، وعززتها الزيارة الأخيرة، زيارة الدولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في شهر يوليو عام 2019، كما ساهمت في نقلها نقلة نوعية، وتعتبر اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لجمهورية الصين الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تستقبل أكثر من 60% من صادرات الصين للمنطقة، كما أنها تضم أكبر عدد من المواطنين الصينيين في المنطقة، وهناك الكثير من المجالات التي يمكن للبلدين التوسع فيها التعاون بينهما فيها، مثل التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تحظى الجامعات الصينية بسمعة دولية مرموقة، وقد أصبحت الصين أكبر مستثمر في العالم في أبحاث والعلوم والتكنولوجيا المستقبل مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الاتصال، كما يمكن تعزيز جهود البحث العلمي وجودة التعليم في كلا البلدين وتبادل المنح الدراسية الجامعية ومشاركة الخطط والمعلومات المتعلقة بتطوير التعليم العالي. وما من شأنه للارتقاء برأس المال البشري وتحقيق الأهداف المشتركة واستشراف المستقبل مزدهر للشعب البلدين الصديقين. كما تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للتبادل الثقافي الذي من شأنه تعزيز التقارب بين الشعب البلدين، ونحن نعمل مع الجانب الصيني على دعم التبادلات الثقافية بجميع أنواعها،